أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لم تتغير، مضيفا في مؤتمره الصحفي السنوي أنه ليست هناك حاجة لتعبئة مزيد من قوات الاحتياط في الجيش الروسي. وقال بوتين: إما أن نتفق على السلام في أوكرانيا وإما سننهي الأزمة باستخدام القوة. ومن موسكو تنضم إلينا الزميلة أريج محمد. هذا الخطاب السنوي المنتظر، عدة رسائل متصلة بالحرب الأوكرانية وبالعملية العسكرية الروسية على وقع ما تحققه روسيا ميدانيا. أريج، نعم روبير، كان من المتوقع أن تخيم الأزمة الأوكرانية وأن تخيم العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا كما تسميها روسيا، وأيضا الأهداف أو ما تم التوصل إليه في إطار هذه العمليات على تصريحات الرئيس الروسي خلال هذه الفعالية، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع الذي يعقده لأول مرة منذ أن بدأت روسيا طبعا بعملياتها في أوكرانيا، حيث ألغيت هذه الفعالية تماما من أجندة الرئيس الروسي العام الماضي. يريد بوتين طبعا من خلال ما يقوله في توصيف الصراع الدائر في أوكرانيا أن يسطر ما تتحدث عنه روسيا دائما ومنذ بدأ هذه الأزمة، طبعا يذكر بتاريخها الذي ربما لن نأتي عليه الآن منذ عام 2014 وما تعلق منها، أيضا الشق المتعلق بتدخل الغرب المستمر في أوكرانيا وقرب الحدود مع روسيا، وهو ما حدا بروسيا إلى مثل هذا التدخل، وهي حاليا تشعر بثقة بعدما أطلقت يدها العسكرية هناك، وبعدما أيضا سطرت امتداد الجبهة التي يقاتل على جانبيها القوات الروسية الأوكرانية. طبعا يقول بوتين أن امتدادها 2000 كيلومتر، وكنا قد اعتدنا سابقا على أن امتدادها 1200 كيلومتر في تصريحات سابقة. هذا الجيش الروسي يشعر بثقة، يقوم بعمليات دفاعية وبهجمات مقابلة لما تقوم به القوات الأوكرانية التي لا يزال الغرب يمدها بالمساعدات العسكرية، لكن هذه المساعدات يلفت بوتين في هذه التصريحات أنها لن تكون مستمرة ولن يكون هذا العطاء طبعا متواصلا على الجانب الأوكراني، لذلك على كييف التفكير بالمستقبل بما سيأتي بعد انتهاء هذه المساعدات والتي لن يكون مستقبلها بطبيعة الحال بعيدا عن الحدود المشتركة مع الجانب الروسي. أيضا قال إن روسيا لا تمانع في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع واشنطن، لكن واشنطن هي من يجب عليها أن تحترم الآخرين وتبادر بما كانت قد أفسدته. مباشرة من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا أريج محمد وتفاصيل الخطاب السنوي للرئيس الروسي.